انه هيعتمد فقط على المطرب الشعبي، بس مش المطرب الشعبي يعني النص كم اللي بنشوفه في لا زي لا مش كده. المطرب الشعبي هنا اللي يعني عايزين اصوات جامده جدا زي عدويه زي العزبي زي رشدي، يعني بتكلم في اصوات شعبي عايدل، يعني الصوت الشعبي الاصيل الصوت المصري الاصيل. دي الفكره اللي كانت عجباني جدا جدا انه تستمر ونطلع فعلا اصوات شعبي، نوري للناس انه الشعبي اصوات الشعبي او الغنى الشعبي مش هو اللي بنسمعه في الشارع او التكاتك او الحاجات دي. موجود هو بصي يعني ده موجود وده موجود، وكل لون له عشاقه له احبابه له. انما انا برايي مثلا المهرجانات ده مش لون موسيقي مش لون غنائي، لانه انا مثلا اللي بسمعه في الشارع يعني انا عمري ما قعدت عشان اسمع مثلا اغنيه مهرجانات، انما بحاول افهم كلمه ما بتطلعش معايا ما بقدرش اميز كلمه. فهي ده نوع من الموسيقى الراقصه اللي الناس يعني مبهجه كده، الناس ترقص وتهيص ومش عارفه بترقص على ايه او بتهيص على ايه او بتسمع ايه. ده مش مزيكا ولا غنى، انما احنا بندور على اصوات تغني غنى شعبي، غنى بجد، تسمعي الكلمه الصح، تسمعي اللحن الصح، تسمعي الـ 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 وخصوصا انه احنا يعني في دلوقتي زي ما بيقولوا في مفترق طرق، احنا بقالنا 4-5 سنين الفن مشتت بشكل كبير جدا جدا، لو ما لحقناش وصلحنا المسار عندنا مشكله كبيره جدا جدا. ليه؟ المشكله مش بس في الفن، المشكله انه انت بتربي جيل او اجيال من الاجيال اللي طالعه دي، انت بتربي اجيال على 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 مزيكا ملهاش معنى ولا طعم ولا شكل ولا لون ولا ملهاش. يعني انت كده ناجحه بس انت بتسخفي جيل من الاولاد اللي طالعه دلوقتي ما يعرفش حاجه مزيكا، ما يعرفش يعني يتذوق الموسيقى يتذوق كلمه. احنا انا فاكر واحنا اطفال مثلا، بعيدا عن انه انا مطرب مثلا او بشتغل في المزيكا، انا وانا عندي 6-7 سنين بتذوق ام كلثوم كنت وعبد الحليم واسمع ايه المزيكا دي واقعد يعني كل سني كل جيلي كان كده. انما دلوقتي طفل يطلع في الزمن ده ما يعرفش غير المزيكا دي مصيبه، يعني بعد كده مش هيتذوق حاجة. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org